مش صح ان احنا مش هقول ننخدع بالفوز اللي أكيد. حصل بس أكيد. على الاقل ما نسيبش الفوز ده ياثر علينا ونتعامل مع الماتش ده على اعتبار ان هو بدايه كلام مش نهايه الكلام. ننخدع معناها ان في خدعه حصلت او في مس اندرستاندنج الموضوع اللي حصل. لا، الفرقه كانت احسن مباراه تكتيكيه وبدنيه لعبتها فرقه النادي الاهلي من ساعه ما موسيماني جه كانت المباراه السابقه. انت ممكن ما تقولش ما ننخدعش بالمنظر، ممكن نقول ننخدع بالنتيجه، انما الفرقه انا مقصود بطبيعه الحال النتيجه طبعا. النتيجه لا، النتيجه خادعه بدليل ان الترجي لعب في مصر 10 مباريات تعادل في 6 ومع النادي الاهلي اتعادل في 6 مباريات وخسر في 4 منهم خساره، كسب بعديها في تونس 1-0 والاهلي خرج على قد انرامه، منهم خساره 2-0 وتعادلوا ولعبوا ضربات جزاء وكسبوا 6 مباريات تعادل، منها مباراه تعادل 2-2، مباراتين تعادل 1-1. يعني فرقه الترجي قادره انها تلعب كوره، ناهيك على انهم فرقه كوره اصلا. فرقه محترمه بيلعبوا على استاد كويس. يعني في مشكله في ماتشات افريقيا عامه ان انت الملاعب ما بتبقاش جيده، ولكن فرقه الترجي سابت ملعب رادس وجايه تلعب في ملعب السلام، ده ملعب كويس وده ملعب كويس، الجمهور محترم، الجمهور محترم، فالدنيا هتبقى ان شاء الله بالنسبه لهم هيبقى عندهم امل وعندهم قتال طبعا. وعندهم دوافع اكبر. لو النادي الاهلي ما وقفش بنفس الدوافع والروح والقلب هتبقى المشكله صعبه عليهم.